السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. بمناسبة ديال 11 يناير ذكرى وثيقة الاستقلال كنهنيو دائما صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكنتمنوا له الشفاء العاجل من هذا المنبر والعائلة الملكية كنهنيهم وكنهنيو الشعب المغربي. وكنقول لكم اليوم بمناسبة ديال 11 يناير كان عندنا التأسيس ديال هذا السونتر دو فورماسيون اللي غيكون أول سونتر دو فورماسيون بمدينة فاس وغيكون أحدث التقنيات ديال لي فورماسيون بمدينة فاس بحضور عمالقة ديال الحلاقة والتجميل بالمغرب رئيس الجامعة الوطنية وأعضاء ديال الجمعيات وتكتلات ومدراء المدارس. فكيف ما كتشاهدوا كان العدد كثير نظرا للثقة اللي واضعين فينا بزاف ديال الناس. وكان غيكون معنا الخبير الكبير السي محمد زين بوطي، للأسف هو مريض وكنتمناو له أيضا الشفاء العاجل من هذا المنبر سيدي محمد زين بوطي. شكرا لكل الناس اللي حضروا معنا اليوم. حنا كنحاولوا أننا نديروا لي فورماسيون اليوم، عندنا بمناسبة الافتتاح عندنا فورماسيون بالمجان وجبنا خبراء ديال ليساج من البرازيل باش يديروا فورماسيون بالمجان. ومازال ان شاء الله كاين الجديد في هذا السونتر دو فورماسيون اللي كاين بمدينه فاس، فكاين ان شاء الله الجديد. فكنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالنسبه للسونتر اللي بغى يجي عندنا، فالسونتر كاين في شارع الوفاء النرجس بالضبط حدا مقهى كوان فيغ. فما عليه الا يتصل بنا سواء في الهاتف ديال الخاص اللي غنلونسيو ان شاء الله في لاشين فيسبوك ولاشين يوتيوب ديالنا ان شاء الله، فيتصل بنا في الخاص او على كنستقبلوا الناس وكنعطيهم لي غونسينومو بشرط من بعد ما يساليوا التخرج ديالهم من المدرسه ديال الحلاقه وياخذوا الدبلوم ديالهم، عاد كيمكن لهم يلتحقوا بنا باش نديروا لهم دوتر فورماسيون. السلام عليكم. لا تودو بي ميو نومي دييغو سو برازيليرو. A gente vem prestigiar esse grande evento desse nosso amigo querido, que a gente veio trazer técnicas brasileiras para agregar com o Marrocos, que é uma cidade, um país lindo. Estamos na cidade linda também, que é Fez, e agregar muito valor aos produtos que estão inserindo no mercado marroquino. Diogo, que eu vi o Farham Bizaf, que já é um evento grande, حضر لهاد الفورماسيون اللي دارها هشام وهو فرحان بزاف وعجبو المغرب وديجا جا وعندو احاسيس كبيره للمغرب وبالضبط لهاد المدينه فاس اللي عجبته بزاف. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وحيكم تحيه الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الملياني عبد المجيد، عضو غرفة الصناعة التقليدية لجهات فاس مكناس. بهذه المناسبة تنشكر السي هشام التيفيري على هذه المبادرة اللي دارها، أول مبادرة ديال هذا السنتر اللي غيمكن له يكون بعض الأحيان الناس اللي غيمكن لهم يعلمهم بالمجان فهمتي في المواد الكيماوية وديال تجميل الشعر وتنعيموه وتجعيدوه لاخره. كاين عده اشياء ما نتكلمون على الشعر فهمتي. بهذه المناسبه ديال عيد المتواجد معنا فهمتي، تنتمناو الشباب يكونوا دائما طموحين في هذا النادي اللي كاين او سونتر فورماسيون، تنتمناو له التوفيق. اما بالنسبه للتعريف ديالي بالنسبه لهشام التيفيري، اول مره ما تيدخل لمدينه فاس تيستقبلوا عبد ربي، كان جا من مدينه مكناس، جا وتعلم الصلعه عندنا في السنتر ديالنا، فهو كان رجل في المستوى ومازال في المستوى الى يومنا هذا. ف تيعيط للناس اللي هما مهمين ورجل طموح تيجتهد غادي مزيان، تنتمنى له التوفيق. بدوري كعبد المجيد عضو غرفه الصناعه التقليديه تنعطي له اليد اليمنى للسي هشام التيفيري وتنعطي يد المساعده، تنتمنى له التوفيق لا ليه ولا لوليداته ولا العائله ديالو، وتنقول له من هذا المنبر ميرسي بوكو. السلام عليكم، معكم حميد اليسري صاحب توين صالون في مكناس. اول حاجه كنقول سي هشام مبروك على هذه الطفره ديال البرودوي